السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. واليوم عندنا موضوع نتاع الضوء نتاع لاماشين. لاماشين يكون فيها اون لومب كيما هكذا، كيما راكم تشوفوا تكون فيها واحد اون لومب، وعندها الخيط يكون رايح هكذا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد يقعد واحد الشونجمون نتاع لو موتور يشونجيوه. باغ اكزومبل كيما راكم تشوفوا هنايا لو موتور نشونجيوه، مي الخيط يقعد لنا هنايا نتاع لا لومب كيما هادي. هذا بزاف لي ماشين اللي فيهم لا لومب وعندهم واحد الخيط خارج كيما هكذا، دونك هنا يديروا واحد البريز باش يشعلوه. باغ اكزومبل كيما هكذا يديروا واحد البريز، ومام طون يديروا لو موتور هنايا بلافيش تاعه. هذا تنجمو تبرونشيو ديريكتومون فلافيش هادي، ويقعد توجور الضوء يروح لكم لا لامب وتشعلو وتطفيو بلا ما تزيدو ديرو البريز. غادي نحيوه نوريكم كيفاش تنجمو تمونتيو ديرو الخيطان باش تشعلو لا لامب. تبعوني باش تعرفو. نحيو لافيش هادي، فيها زوج تاع لي فيس هنا. هادي طريقة سهلة تنجمو تخدموها بوحدكم. من بعد نحيو لافيش كيما هكذا، هنا نروح هنا انستالاسيون تاع لو موتور بهذه الطريقه. حنا غادي نزيدو الخيطان نتاع لا لومب نتاع لا ماشين. تبعوني باش كيفاش نجمو تبرونشيو هاد الخيطان. هنا نحلو هاد الفيس هنايا، نحلوه فوالا. كيما شفتو درت واحد الخيط هذا نتاع لا لومب، درتو مع واحد الخيط تاع لو موتور هنايا. وهاد الخيط وين يكون؟ يكون في هاد السيباراسيون، كاينه واحد السيباراسيون هنا كيما كامل فيه هاد لي فيج. هاد السيباراسيون توجور يجي في هاد الخيط اللي يجي هنا حداه ان سيباراسيون، وهنا يجيو زوج كيما راكم تشوفوا. دونك هنا واحد درت واحد الخيط مع الخيط تاع الموتور هنا وين جاي سيباراسيون، وهذا يقول لي واحد تاع لومور لا لومب نديره هنا وسط. دونك هنا منين نجيب هذا الفيس هذا نجيبو واحد الدومينو نتاع الضوء، كيما هنا نخدم بهادو ندير الفيس نتاع لو دومينو هذا، وهذا هو اللي يركب لي في هاد البلاصه كيما راكم تشوفوا هنا. دونك هنا درت واحد الخيط مع الخيط تاع لو موتور، واحد هنا نتاع هادو نتاع لا لومب، واحد هنا وسط كيما راكم تشوفوا. الخيط اللي درتو مع الخيط نتاع الموتور هنا وين كاين لا سيباراسيون، هذا هو باش تبرونشيو برونشمون صحيحه باش ديرو لا لومب. دروكا غادي ردو وين كان هنايا في بلاصته. تبعوني حاجه توجور هادي ديروها باش ما يكونش عندكم يضرب لكم الضوء هنايا، توجور ديروا هادي بهذه الطريقه. هلا من بعد تحطوها هنايا، هلا دروك راني درت لو موتور نتاعي كيما راكم تشوفوا. غادي نفوت الخيط من لهنا ونبرونشيه مع نتاع لا لومب هذا اللي راه جاي لا لومب تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا من بعد ما برونشينا الخيط مع لا لومب، الخيط مع لو موتور كيما وريتكم، غادي تشوفوا معايا اسكو شعل لا لومب ولا لا. لا هنا نديرو لافيش تاعنا تاع لو موتور كيما راكم تشوفو. فوالا بالطريقة غادي نديرو البريز تاعنا. فوالا لا لومب هيا عندنا شعلت كيما راكم تشوفو. ها مام يكون نطفيها لا لومب
هذه الطريقة كيفاش كما وريتكم كيفاش تبرونشيو كي تموديفيو لو موتور والخيط اللي قلت لكم لتحت ولا تبغيو ديروا غير لومب ولا هذه الطريقة كيفاش ديروا باش ديروا لا لومب نتاعكم كما شفتوا. نتمنى راكم فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.